من هذه الطريق عبر عشرات الضباط والجنود إلى معسكر اللواء 23 ميكا في العبري ولم يعودوا. هنا كانت هذه الصحراء شاهدة على مجزرة العبري قبل عام، مجزرة راح ضحيتها عشرات المنتمين إلى اللواء العسكري، أبرزهم العميد أحمد يحيى الأبارة وعدد من رفاقه بعد قصفهم من طيران التحالف. فالجنود الذين رفضوا الهروب كغيرهم لم يكن أكثر المتشائمين منهم أن يتصور أن تفنى حياته على يد من يقاتل بجانبهم أو لأجلهم. يصعب على أحد أن يتصور حجم الفاجعة التي حلت بهم بأسرهم، لكن ما يجعل الفاجعة أنكى أنه رغم وضوح الجريمة وفي ذكرها الأولى، لا تزال وعود وصمت الحكومة والتحالف تحول حتى الآن دون الوصول إلى تحقيق يكشف ملابسات الكارثة. أيها الأخوة، التحقيق جاري في أسباب ملابسة الحادثة المأساوية الأولى، ونعدكم بإذن الله وأنتم عوننا أن نصل إلى نتيجة تكشف عن سبب المشكلة، كما نعدكم بالتعاون مع أشقنا في دول الخليج العربي أن نرعى أسر الشهداء على أكمل وجه، وأن نهتم بالجرحى حتى يمن الله عليهم بالشفاء. تبقى مجزرة العبري واحدة من عشرات الضربات الجوية التي طالت قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ولم يتم التحقق ممن يقف خلفها، فيما ينتظر أهالي الضحايا كشف ملابسات تلك الهجمات المميتة.